الو؟ مدام نسرين. لا كنت نايم شويه. أمري. وماله؟ 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 طيب هاتي العلبة معاكي وأنا هنجز لك على طول. لا خوف إيه؟ كان زمان بقى. دلوقتي لو عايزاني أنفذ لك كل يوم أنا تحت أمرك. خسارة، ده آخر يوم في الأجازة. ما قلت لك يا حبيبتي الأستاذ مش هيسيبني أكتر من أسبوع واحد. وبعدين أنا لازم أركز في الشغل كويس الفترة اللي جاية دي، عشان لما ربنا يرزقنا بعيل كده ولا حاجة نعرف نجيب له كل اللي هو عايزه. عشان كده هنفكر أرجع الشغل تاني. حنين انسي موضوع الشغل ده خالص. أنا لا عندي استعداد ترجعي للمرمطة تاني ولا هقبل فكرة إن حد يقل أدبه عليكي. يا حبيبي محدش يقدر يتجرأ إنه يتكلم معايا دلوقتي، أنا ست متجوزة. أنا عارف إنك خايفة من إنك تقعدي مع ماما وشك في وشها طول اليوم لوحدكم كده. بس صدقيني والله ماما ست طيبة جدا وقلبها أبيض، يعني لما تعرفك كويس هتحبك أكتر ما أنا بحبك كمان. والله مش ده السبب خالص، أنا بس صعبان عليا إنك تشيل الحمل كله لوحدك، إنها مامتك أخدمها بعناية واستحملها مهما عمل. لا لو على الحمل بقى ما تقلقيش خالص، جوزك قدها ودود. إنها بقى لو على ماما فدي حاجة في إيديك أنت بصراحة. في إيديا أنا؟ آه، ماما راجعة النهاردة من عند خالتي. طبعا زمان خالتي بسم الله ما شاء الله شحنتها لغايه لما شبعت، فيعني بس ايه نسيسها شويه الفتره اللي جايه دي. حاضر يا حبيبي، انا عارفه خالتك قد ايه صاحبه واجب. معلش انا عذراها بصراحه، اي ام تتمنى انك تكون جوز بنتها، تخيل بقى لما تبقى خالتك كمان. بس طيبه والله. اه لا طبعا طيبه جدا، انا انسى هي عملت ايه في اشرف يوم الفرح. وده كمان موضوع مهم عايزين نخلصه دلوقتي مع بعض. موضوع ايه؟ اشرف. ماله يا حبيبي؟ اشرف ده اخويا. عارف، وما كانش عندي مشاكل لولا انه مش مراعي غلاوته عندك. ازاي بقى؟ لما يحضر فرحك سكران ويحرجك ويحرجني قدام الناس يبقى مش مراعي غلاوته عندك. والله يا حبيبي اشرف بني ادم طيب وجدع جدا، لولا حكايه الشرب دي. وانا ما اقبلش ان واحد بيشرب خمره ويشرب حشيش يبقى قريب من مراتي. انا اسفه يا نادر، معلش. حنين انا عزمته على الفرح رغم انك كنت حكي لي كل حاجه عنه، بس لحد كده وكفايه. انا عايزك تنسي كل اللي فات، تعتبريني اخوكي وصاحبك وحبيبك وجوزك وكل حاجه ليكي في الدنيا. تهيألي بقى وانا جنبك مش هتبقي محتاجه لحد تاني، ولا ايه؟ انا جيت لكم بدري اهو عشان نقعد ونتكلم براحتنا. واحنا تحت امرك يا استاذه. بصوا بقى، أنا من أول ما ابتدينا شغل وأنا سايباكوا براحتكوا عشان عايزة أعرف كل واحد فيكوا بيفكر إزاي. إحنا متراقبين بقى. أيوة يا سامح، عندك مانع؟ اللي عايزة أقوله لكوا إن نجاح أي برنامج في الدنيا معتمد على فريق الإعداد مش على اللي بيقدم البرنامج. يعني أنتوا في إيديكوا تنجحوني أو تغرقوني. لا لا لا، ده تواضع من حضرتك بصراحة يا أستاذة. لا أنا ماليش في المجاملات يا كريم، بس المثل بيقول اطبخي يا جارية كلفي يا سيدي، وأنتوا اللي بتجيبوا مكونات طبخة كل حلقة. وبعدين ما تنسوش ان انا كنت معده زيكم، يعني عارفه شغلكم صعب قد ايه. ايوه بس الظروف اللي حضرتك اشتغلتي فيها غير الظروف اللي احنا شغالين فيها خالص. انت كنت شغاله بره مصر ومع ناس محترمه. عندك حق، ولو انها مش فارقه قوي، عشان انا برضو ابتديت صحفيه صغيره في مصر. صحيح بعدها اشتغلت مع BBC ورويترز، بس مش معنى كده ان انا نسيت بتطحنوا قد ايه. لا ما اظنش خالص، حضرتك كنت شغاله معده ببرنامج كبير وبقناه اخبار كبيره، واجتهدتي وكبرتي لحد ما بقى عندك برنامج باسمك. لكن احنا شغالين زي الفوعليه تمام، يعني ما عندناش امل ان احنا نكبر اكتر من كده. لو سمعتوا كلامي كل واحد فيكم هيبقى عنده فرصه يعمل كل اللي هو عايزه، صدقوني. ايوه يا استاذه، بس حضرتك عارفه المحطه وبتوع الاعلانات كابسين علينا ازاي؟ احنا مالنا بيهم، هم اللي محتاجيننا مش احنا اللي محتاجينهم. ازاي بس يا استاذه؟ طب ده بتوع الاعلانات دول هم ملوك الشغلانه دي بفلوسهم. يا ابني افهم، اي معلن في الدنيا محتاج جمهور عشان يشوف اعلانه، صح؟ احنا اللي بنجيب الجمهور، يعني من غيرنا محدش يعرف عنه حاجه. بس هما ما بيتعاملوش بالمنطق ده. هما يتعاملوا بالمنطق اللي هما عايزينه، احنا في الاخر نقدم حاجه حقيقيه ومختلفه وجديده للناس وهنوصل لهم، وساعتها اكبر معلن في مصر هيجري ورانا. الحمد لله على السلامه يا نادر. الله يسلم سعادتك. ها يا ترى العروسه رصيدك الشغل ولا جاي جاهز؟ احنا عندنا شغل كتير. انا تحت امر حضرتك. طيب هويدا. نعم يا استاذ. تسلمي قضيه رفعت زيدان لنادر. حاضر يا استاذ. ايوه بس ملف القضيه دي عندي. انا عارف وقريت التقرير اللي انت كاتبه، لكن انا هعيد توزيع القضايا وحد لحضرتك قضيه ثانيه تشتغل عليها. انا مش فاهم اللي حضرتك بتعمله، يعني انا بعد ما اشتغل على القضيه تاخدها مني؟ كلامي واضح، طريقه نادر في الشغل هتطلع من القضيه دي حاجات كتير. ايوه يا استاذ بس انا اشتغلت عليها وتعبت فيها كتير. وبعدين بقى كفايه رغي، ما عنديش وقت. اتفضل في تعيين في المحكمه، روح احضره. اتفضل قوم اجهز يلا. وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انتي واقفه كده ليه؟ ما فيش، كنت هعمل شاي فقلت اشوف لو حضرتك عايز تشربي معايا. لا شكرا. طيب اجيب لك بسبوسه هتعجبك والله، انا اللي عاملاها. ماليش تقل على الحلويات شكرا. طب قولي لي حضرتك بتحبي ايه وانا اعمله لك، انا شاطره جدا في المطبخ. انتي عايزه ايه بالظبط؟ اصل حضرتك من ساعه ما رجعتي البيت من يومين وانتي ما بتكلمينيش. انا كده ست كلامي قليل، عندك مانع؟ وبعدين اذا كنتي فاكره انك هتضحكي عليا بحته البسبوسه بتاعتك دي تبقي غلطان. هو ليه بس حضرتك شايفه ان انا عايزه اضحك عليكي؟ محلستك معايا وطريقتك الملزقه دي، اذا كانت طريقتك دي جابت نتيجه مع نادر ابني انا بقى لا يا حبيبتي ما باكلش من الكلام ده. انا عارفه ان حضرتك ولا طايقاني ولا طايقه جوازي من نادر، بس تفتكري هنقدر نعيش مع بعض بالطريقه دي؟ لو انت عايزه تمشيني على مزاجك ولا ايه؟ لا طبعا العفو، انا ما قلتش كده، حتى لو لا قدر الله عايزه اعمل كده عارفه ومتاكده ان ده لا يمكن يحصل. كويس انك فاهمه، وفاهمه كويس حضرتك كرهاني ليه. انا لو نادر ده ابني هتمنى له احسن بنت في الدنيا، مش عشان هو ابني، عشان هو فعلا يستاهل احسن بنت في الدنيا، مش واحده من الشارع تربيه ملاجئ. استغفر الله العظيم. انا ما قلتش عليكي الكلام ده. مش لازم حضرتك تقولي كده، بس هي دي الحقيقه، لكن والله العظيم انا ماليش ذنب ان هو اختارني واختارته. انا مش فاهمه لزومه ايه الكلام ده دلوقتي. عشان ربنا هو اللي عايز ان انا اكون مرات ابنك وان احنا نعيش مع بعض في بيت واحد، اكيد له حكمه في ده. اللهم لا اعتراض. خلينا بس ندور على حاجه واحده تجمعنا. حاجه ايه دي بقى ان شاء الله؟ نادر. حضرتك وانا اكتر اتنين بيحبوا نادر في الدنيا، افتكر ده كفايه انه يجمعنا ولا ايه؟ لو انت عايزه تساوي حبي لنادر ابني زي حبك ليه؟ لا انا ما قلتش كده، بس ربنا وحده اللي عالم انا بحب نادر قد ايه. ده كفايه ان ربنا عوضني بيه بعد الهم اللي انا شفته في حياتي، وكل اللي انا بتمناه اشوفه اسعد واحد في الدنيا. افتكر ده سبب كفايه انك تستحمليني شويه او حتى تفتحي لي قلبك بس. يوه وبعدين معاكي بقى. طب خلاص هقول لك على حاجه، احكمي عليا من عيشتي مع نادر. لو لقيتيني بتقي ربنا فيه خلاص، لو عملت اي حاجه تضايقه اعملي فيها اللي انت عايزاه. قلتي ايه؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني اتفقنا؟ بلاش خوت الدماغ بقى يا بنت انت. قومي قومي دوقيني البسبوسه اللي بتقولي عملتيها حلوه دي، اما اشوفك فالحه في عمايلها ولا محتاجه اعلم فيكي. ربنا يخليكي لينا يا ماما.